150 مليون هذه السلسله بريميوم اللي من المفروض دير الانتاج ديالها الشركه ديال خديجه العالمي لدوزام، والنتيجه 7 شهور دابا مازال ما تصورش حتى شي حلقه. نهضروا في هذا الموضوع مور الجينيريك. القصه بدات بابيل دوفخ اللي دارتو دوزام السلسله، قال لك غادي تكون من فئه بريميوم وهيكونوا فيها 8 ديال الحلقات، والهدف منها هو انه يكون انتاج كبير بمعايير ومستوى عالمي. واللي ربحت هذه الصفقه هي الشركه ديال خديجه العالمي اللي معروفه بتنفيذ الانتاج للاعمال الاجنبيه اللي كتصور في المغرب. وتستاهل، كتجيب لنا الاجانب يصوروا في المغرب، يعني عندها خبره ونفع البلاد وكتدخل لنا الدولار من الفوق. كنقول لك ما تبقايش تحمسي، راه بغيت نقصد اللي كانوا كيتصوروا في المغرب، حيت حتى هادو ما خلاوهمش ولاو كيصوروا في دول اخرى اللي ما كيحسبوش لهم كاس الليمون ب 300 درهم. وهذا الموضوع غادي نهضروا عليه في حلقه اخرى. هاد مسلسل بريميوم غادي يقاموا عندنا 8 الحلقات ديالو بمليار و200 مليون سنتيم، وبحسب مصادر اش نيوز بان هاد لابيل دوف خدار اصلا باش تربحوا الشركه ديال خديجه العالمي، وهادشي اللي خلى شركات الانتاج الاخرين ما يدخلوش ليه اصلا. بمناسبة لي زابيل دوفر، نبغي نرجع مع خديجة العالمي 6 سنين اللور، وبالضبط البرنامج الاف بي ام، ملي سولها بلال المرميد علاش ما كديريش الانتاجات التلفزية المغربية، وهالجواب ديالها شنو كان؟ حنايا عندنا كيسميوها ابيل دوفر. دوك ديجا ابيل دوفر ما كتمشيش مع الابداع. هادي ما يمكن ليش تدخل لي في راسي. وهو 150 مليون الحلقة، وراه تدخل للراس وتفوتو كاع. وهادشي كيخلينا نحطو شي اسئلة اللي طبعا حتى شي واحد ما غادي يجاوبنا عليها. شكون مور خديجة العالمي وكيدعمها وقادر يخلي دوزام انها دير صفقة بهاد القيمة غير باش تربح الشركة ديالها؟ واخا قربنا للعام ومازال ما تصورات حتى شي حلقة منه، ما هضر معاها حتى شي واحد بلا حاسيب او راقب. راه الا نسيتو نفكركم عاوتاني، هذا راه مال عام. وبالمناسبة استوديو الرباط فين وصل؟ خي اشرف يلا نتفرجوا في اتحاد يعقوب المنصور، راه هاد العام يطلعوا للدوزيام ديفيزيون كيما طلعوا العام اللي فات للتروازيام.